لمتابعة أبرز التطورات وآخر التطورات الميدانية في حلب ينضم إلينا مراسل الإخبارية من هنالك من حلب وليد هناي. وليد، لو تشرح لنا آخر المعطيات الميدانية لديك حتى الساعة. نعم رانيا، تحية لك ولكل مشاهدي الإخبارية السورية. صراحة محاولات يائسة هي تأتي من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة عبر فتحهم لطريق آخر بعد قطع طريق الكاستيلو في الريف الشمالي، ولكن سرعان ما تتقدم وحدات الجيش العربي السوري وتستهدف عرباتهم وأيضا عربات التراكس التي تقوم بفتح الطريق، لا سيما بأنهم وسط انهيار كبير تلك المجموعات الإرهابية المسلحة ونفاذ الأسلحة والمؤن الاستراتيجية والعسكرية التي لديهم بالتحديد، وذلك بعد قطع طريق الكاستيلو. على العموم الوحدات الجيش العربي السوري هي تقدمت في ذلك المحور بالتحديد منطقة معامل الرامون باتجاه معمل سادكوب وسيطرت عليه بشكل كامل، لا سيما بأن مساحات قصيرة هي تفصل أبطال الجيش العربي السوري عن دوار الرامون، وبالتالي أيضا قطع طريق الكاستيلو من الجهة الشرقية ليكون الطريق مقطوع 100%. ووحدات المشاة هي تقدمت إليه، لا سيما في أن العمليات المستمرة عبر سلاح جوفي الجيش العربي السوري هي طالت كل من مناطق الشقيف والحيدرية وصولا إلى الكاستيلو والليرامون. هذه الغارات هي تأتي ضمن عمليات التقدم للجيش العربي السوري، وبحسب اعتراف المسلحين عبر صفحاتهم هنالك أكثر من 200 قتيل حتى لحظات تتراوح بين جبهات الليرامون وجبهات المدينة القديمة في حلب المدينة. وهنا نحن نتحدث رانيا عن مدينة حلب، عن الهجوم العنيف الذي قامت به المجموعات الإرهابية المسلحة والذي باء بالفشل بالتحديد عند محور فرع المرور القديم. ودعيني أوضح بأن هذا فرع المرور القديم هو تحت قبضة الشاوس الجيش العربي السوري وقوى حفظ النظام، قوى الأمن الداخلي، الذين دافعوا بكل بسالة عن هذه النقطة والتي شهدت يعني اشتباكات عنيفة بين وحدات الجيش العربي السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة، بالتزامن أيضا مع فتح عدة حلقات نارية في بستان القصر وأيضا في منطقة المشارقة يوم أمس. وأعود وأؤكد رانيا بأن فرع المرور القديم هو تحت سيطرة أبطال الجيش العربي السوري، ولن يكون تغيير على خارطة السيطرة في ذلك المحور بالتحديد. رانيا، العمليات مستمرة، وحدات الجيش العربي السوري هي تتقدم وتسيطر وتقوم بإغلاق الطريق بشكل عام على المسلحين المتواجدين في الأحياء الشرقية، وهذا ما يعكس سلبا باتجاه المسلحين الذين يقومون بعدة استهدافات على المسلحين بعدة استهدافات على المدنيين المتواجدين في حلب المدينة. لن أطيل عليك رانيا، هذا كل ما لدي ميدانيا، على أن نعود في رسائل قادمة من هذه المحافظة، محافظة الشهباء. نعم نعم وليد هناي، وبانتظار الرسائل المقبلة منك ومن كافة زملائنا في حلب، شكرا جزيلا لك.